بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة حل السحر عن المسحور. قال أبو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خمره، ينشر عنه ما خمره من الداء، أي يكشف ويزاكي. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه. قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. كلام غير جيد. ها؟ بفتحها. كلام ابن الجوزي نقول لا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، غير صحيح، بل هناك النشرة الشرعية، وهو حله بالرقى والأدعية والتوكل على الله عز وجل، فهذا من غير أن يعرف السحر بإذن الله ييسر الله الشفاء منه. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب، طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يعني مربوط زي ما بيقولوا. هو كلمة الطب تطلق على، يقال أنها من ألفاظ الأضداد، الأضداد يعني التي تطلق على المرض وعلى معالجة المرض، يقال يعني طب أي سحر، وقالوا كذا تفاؤلا كما يقال للذيغ سليم. علاج الداء يسمى طب، والسحر من الداء يقال له طب. يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن جماعها. قال: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، هو لا يحل السحر إلا ساحر، ونحمل كلام ابن الجوزي عليه، وهو إنه هو يحلها بالطرق السحرية. يقول: فيتقرب الناشر والمنتشر، اللي هو اللي بيعمل حل العمل، واللي هو مسحور بيفكور العمل، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا الذي يحمل عليه كلام سعيد ابن المسيب، مع أن يعني الكلام في ابن القيم فعلا يزيل الإشكال فعلا ولا يبقى معه يعني شيء، رغم أن الأكثر ممن يعني شرح كلام ابن المسيب يحمله على حل السحر بالطرق غير المشروعة يعني، لكن كلام ابن القيم هو الواجب أن يحمل عليه كلام سعيد تحسين الظن بالعلماء، لأنه لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء هي من عمل الشيطان ثم يقال أنه يراد به الإصلاح، لأن النشرة حل السحر عن المسحور، فكونه يحل عنه بطريقة غير شرعية ولكن بزعم أنه يريد الإصلاح، يقول لك ما فيش حل عنده، لا فائدة من الرقى الشرعية ونحو ذلك، لا ده كلام فاسد وباطل. الرقى والدعاء والتضرع شدة الالتجاء إلى الله هو الذي لا بديل عنه. استعمال الأدوية وارد في هذا المقام، استعمال بعض الأدوية التي تضاد المواد التي يعني يتوصل الشيطان إلى وجودها في الجسم بأي طريق. الشيطان له وجود في ابن آدم، يمكن أن يلم به أحيانا، كما أنه يجلس على منخره وربما جرى منه مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم،
ويجلس على منخره إذا نام. ولذلك شرع الاستنثار ثلاثا إذا استيقظ الإنسان من نومه لئلا يدخل الشيطان. وكذلك شرع أن يقضم الإنسان التثاؤب ما استطاع، وذلك كله لمنع دخول الشيطان. فالشيطان متربص بالإنسان، وربما وسوس له بأنواع الوساوس، وهذه الوساوس تحدث في الجسم من خلال أو تحدث في الجسم إفرازات معينة، مواد معينة يمكن أن تضاد بمواد مضادة، فلا مانع من أخذ أدوية لعلاج السحر ولعلاج بعض حالات الوسوسة وعلاج بعض أنواع الحزن والاكتئاب وبعض الأمراض النفسية بصفة عامة. فهذا إن كان يعني ما زال علم الطب النفسي من جهة العقاقير يحبو يعني وضعيف للغاية في معظم الأمراض، لكن هذا الأمر يمكن استعماله والله أعلم. فالواجب كما ذكرنا أنه لا يحل إلا بالأمر المشروع. مما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم، وفي ضعف، لكن هذا مما ورد ولا يمنع منه، لأن الرقية الأصل فيها الجواز طالما ليس فيها شرك. قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين. وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ابن بطال في كتاب وهب بن نبي أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقوه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل اللي يقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس اللي تبدأ بقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. الجمهور على جواز ضم السدر ونحوه أثناء الرقية، والأولى الاقتصار على قراءة القرآن، فإن الرقية تضرع إلى الله عز وجل. هذا موجود دليل على ايه؟ على السدر ده، هو كلام صحيح وليس بسبب ظاهر، وليس بسبب ظاهر، يعني ما هوش مجرب مثلا ان في دواء معين في السدر مثلا يؤثر، لو جرب شيء واصبح يعني هو كده فينظر في مدى التجربة يعني ومدى ظهور هذا السبب، يعني لان السحر اصلا كله امر باطن والله اعلم واعلم. اللجوء إلى السحرة في هذا الباب والكهان أمر محرم من عمل الشيطان، لا يجوز مهما زاد المرض أو مهما كان من شدة، فيعالج ذلك بزيادة اللجوء إلى الله عز وجل. ما فيش حاجة اسمها المعالجة دي، معظم من وقعوا فيها وقعوا في أفعال السحرة والكهان إلا من رحم الله، وعندهم رحمه الله وعندهم أن كل الناس مرضى ومسحورون، ولا ينبغي أن يفسر يعني حال مريض رحمه الله بالسحر أو بالمس أو نحو ذلك إلا يعني بانعدام الأسباب الأخرى الظاهرة التي يمكن أن يفسر بها الأمر، لأن كثير جدا من هذه الأحوال من الأحوال النفسية وليست من الأمراض التي هي بها بسبب السحر ونحو ذلك.